ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بالقانون المذكور، مبينا أن المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقا مع الدستور السابق والدستور الحالي.